السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نشوف هذا الدرس كيفاش نربط تروا روتر براتاج ديناميك. اسم الروتاج هذا راوتر اي جي ار بي. دبليو سي هوني. Switcher, o switcher, router, نربط البي سي بالسويتشر فاست انترنت 01. نربطو الروتير بالسويتشر بور 24 بتوع الفاست 00 بور 24 فاست 00 بور 24 في السويتشر روتير 01 بور 24 في السويتشر روتير 00 دي سي الروتر 1 سيريال 00 سيريال 00 دي سي اي موجود في سيريال 01 في روتر 1 سيريال 00 في روتر 2 حضروا الادريس بتاعنا بتاع الريزو 192.168.0.0 0. نعمل كونفيغوراسيون بتاع الفاست 00 كيو سي ال اي نو انيبل كونفيك انترفاس فاست 00 اي بي ادرس 192.168 à 254 masque de sous réseau 255 255 255 0 à la cadre classée no shutdown c'est halen pour l'interface serial 00 serial 00 IP address نعطيها 2.1 نعطيها نو شت داون نعطيها كلوك ريت خاطر هذيك البور دي سي 64000 نتعداو الانترفاس سيريال 01 فاك لوك رايت زت 01 01.1 نو شت داون وكلوك ريت مرة أخرى نتعداو للروتير الثاني نهو انيبل كونفيك انترفيس سيريال
زيرو زيرو زد أكدو سريال زيرو زيرو دي تي اي دي اي بي ادرس 192 168 بوان دي ميموريزو اون كلاس سي جيست نغيرو الزاد دي بوان حطينا الاخر حتى دي دي بوان دو 255 255 255 0 no shutdown ديش كلو كريت خطرة دي تي اي سي ولد خضرة بيزو تعدى نكملو الفاست زيرو زيرو فاست زيرو زيرو كملوها انترفيس فاست 00 اي بي ادرس 192 كات 0 كات حتى دي 150 كات الباقي يبقاو بي بي سي اذا كان عندك اكثر من بي سي بعد حالنا عندنا في الاكزومبل هذا بي سي واحد نو شت داون سي بيزو يمشي نمشيو لهذيا سيريال 00 now enable config interface serial 00 IP address 192.168 تروى memory زو جيست نغيرو الزاد خلي كلاس سي لو كان جي كلاس بنغيرو يقراكو الزاد تروى بوان دي خط الاخر حطيناها 3.1 ماسك دي سيرو زو 255 255 255 0 نو شت داون سيد حل بور جاوب به ما عندناش هناك دي سي خاطر دي بور دي تي اي فيهاش كلوك ريت نمشيو لل فاست 00 وغادي 01 واضح انترفيس فاست 00 6 بوان 254 نو شت داون نمشيو 01 IP address 5.54 now shut down استنى حتى الريزو يركع لا نعطيه لكل بي سي ادرس اي بي نعطوها ادريس تي سي بوان وان نعطوها بوان وان خاطر سوري الادريس سوري زو 192.168.1.0 نعطيها ان بوان البي سي هذيك نمشيو كوبي كولي نعطو الباسر نتاعو حطينا دي 154 نمشيو لهذيا بي سي هذي 192.168.1.0 كات وانا تو كوبي كولي 254 باسر بتاع نمشيو هوني ديسك توب 192.168.6.1 البسيل وكوبي كولي 254 بصرة اللي بتاعه نمشي بي سي هذا ديسكتوب 192.168.5.1 نعطيه البصرة اللي بتاعه خاصة السويتشير اللي حطينا في فات 01 254 توا باش نعملو الروتاج اي جي ار بي اللي تفهمني عليه اللي هو الروتاج ديناميك قدم عندنا من سيريال كونكتي على الروتير 1 هذاي عندنا تروى دونك شنو نعملو تروى
تروح روتيا ديناميك اكزيت نمشو راوتر اي جي ار بي نعطوه الزوم تاعو نعطيه نومرو مثال 20 نعطو 20 لتروا روتر الزون هذيك باش نكون كونكتيو بها البي سي الكل نعطو نتورك لادريس تاع الريزو اش عندنا عندنا في الفاصل 00 عنده 192 168 واحد صفر كونكتي ار تروا وعندنا التروا بوان زيرو وعندنا دي بوان زيرو نحاول نتأكدو ونمشيو اكزيت مود بريفيليجيو نعملو شو ران نمشيو اللوت هني نلقاو راوتر اي جي ار بي 20 هذيكا ونلقاو تروا ريزو 1 و 3 و 2 توا نمشيو للراوتر الثاني اكزيت كالعادة الراوتر اي جي ار بي عطينا نيميرو دي زون نيميرو دي انترفاس ريزو بام نتورك اش عندنا انترفاس كونكتي عندنا انترفاس هذه الاس 00 اللي هي 192 168 دي بوان زيرو وعندنا الفاصل الاخرى 00 اللي هي بوان كات بوان زيرو نحن متأكد نمشيو كالعادة اكزت نمشيو شو وران او عندنا زون 20 كونكتي عليها دي انترفاس دي والكات نمشيو للريزو هذا الراوتر الثالث كالعادة اكزيت راوتر اي جي ار بي 20 نمشيو نتورك اش عندنا تروا انترفاس الانترفاس الاولى 192 168 تروا بوان زيرو وعندنا 6 بوان زيرو وعندنا 5 بوان زيرو نحب نمشيو نتاكدو كالعاده اكزيت شو ران كالعادة عندنا الراوتر جي ار بي عندنا زون 20 تروا انترفاس كونكتي على الراوتر تروا نجمو تو نبينغيو ونشوف بينغو البي سي هذا البي سي هذا بينغ اش حاطين 192 168 بوان 4 بوان البي سي ونشوف ثم بينك عندنا باكي واحدة ضاعت تروا تعديو تو يتعديو الكات سي جو باي شوفوا البي سي هذا البي سي هذا بينك 1968 بوان بوان لي باكي كات كلهم وصلوا للبي سي نجربوا البي سي هذا نمشيو الاخر 192 168 بوان بوان بانج جاوها به تعدو البيسي الاخر اللي هو 4-1 شفتوها بانج جاوها به هبطو سيسكو جربوا عليه الخدمة هذه كل كان مشاتش عاود الفيديو تفرج عليه مرة واثنين وثلاثة حتى لين تخطف معاك وتمشي واللي فهمش حاجة نجم يكلمنا على الفيسبوك ولا على يعمل كومنتير على الفيديو تنفسر له وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم هذا تنساوش بارتاج ولايك وسبسكرايب على القناة تنهبط لكم اليوم تاع سيسكو ويا للقاء.